الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 18 من الكتاب العاشر، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة، والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع عرفة أثناء الحج يعني، وجمع اللي هي مزدلفة، وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة. يعني بدل ما يقول حي على الصلاة، على مذهب سيدنا عبد الله بن عباس يقول ايه؟ الصلاة في الرحال، ما كان حي على الصلاة. ده مذهب سيدنا عبد الله بن عباس. سيدنا عبد الله بن عمر واخذ به الامام الشافعي يقول الاذان عادي خالص، وبعدين بعد ما يخلص الاذان خالص يقول الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال، حتى لا يخرم نظم الاذان. وده اللي اخذ به الامام الشافعي على الافضلية. ولكن الطريقتين جائزتان. لكن الخلاف في الأفضلية. الصلاة في الرحال يعني ايه؟ يعني لا داعي أن تأتوا لصلاة الجماعة لوجود عائق من مطر أو وحل أو سوء أحوال جوية تحول بينهم وبين الوصول للمسجد، أو وجود عدو بينهم وبين المسجد فلا يستطيعوا أن يأتوا. يبقى اكتفى بالأذان أن نبههم أن وقت الصلاة دخل، ولكن يصلوا في بيوتهم أو في أماكنهم. ادي معنى الصلاة في الرحال. احنا في زماننا هنقول ايه؟ الصلاة في البيوت، ده مبقاش رحال بقى، مش كده برضه؟ ولا هتقول له الرحال وهو قاعد في بيته في فيلا وفي قصره؟ فهمت؟ مش هتنفع، لان احنا ما بقيناش ايه؟ قوم رحل زي العرب بتوع زمان. وعن باسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للامام البخاري في صحيح الحديث 32 بعد 600، قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرد. يبقى ده كان صلاة الظهر. أدم قال له أبرد، نعرف إن كان أذان صلاة الظهر اللي هو وقت الهاجرة يعني. أبرد يعني إيه؟ انتظر حتى يكون هناك ظل يسير الناس فيه فيصلوا إلى مكان الجماعة، حتى يكون للتلول فيء. التلول اللي هي إيه؟ اللي هي الأكمات المرتفعة من الرمال والجبال، فيستطيع ان الانسان يسير في ظلها حتى يصلي الظهر. ادي معنى ابرد يعني انتظر شوي. فقال له ابرد ثم اراد ان يؤذن فقال له ابرد ثم اراد ان يؤذن فقال له ابرد حتى ساوى الظل التلول. يعني صار الظل مسيل كأنه ايه؟ كأنه في اخر وقت الظهر. يعني بقى ظل التل بطول التل. يعني معناه ايه؟ في عندنا كمان ظل الزوال، يبقى لو اجتمع مع ظل الزوال زائد ظل الشيء مثله دخل وقت العصر. لكن هنا بقى مش مضاف اليه ظل الزوال، ده مثله بالظبط، معناه في اخر وقت الظهر. حتى ساوى الظل التلولا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان شده الحر من فيح جهنم. يعني لا تعرض نفسك وتخرج في شدة الحر. نفهم من كده سنة النبي ألا تخرج في شدة الحر حتى لا يحدث لك ضرر. ده إذا كان كده للصلاة.
يبقى لغير الصلاة من باب أولى. وعن أبي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال حدثنا مالك قال أتينا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن شببة متقاربون، يعني متقاربون في السن، فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا صلى الله عليه وآله وسلم، اللي هو مالك بن الحويرث اللي احنا قرينا حديثه بالأمس. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا، دليل أن الشباب الصغير يشتاق لأهله، ما يحبش يبعد عن أهله مدة طويلة، والنبي راعى صغر سنهم، شباب صغير كده يعني أقل من 20، بين كده 16 و20 ولا 21، شباب صغير راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يتعلموا الدين، قعدوا معه 20 يوم. بعد 20 يوم النبي راعى فيهم صغر سنهم وشوقهم لأهله، فقال لهم انصرفوا. فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا، فأخبرناه قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم، يعني علموهم ما تعلمتم عندي، ومروهم وأمروهم بالصلاة وحسن الخلق وما تعلموه من وعظ النبي صلى الله عليه وسلم في فترة 20 يوم اللي أقاموه عندهم، وعلموهم ومروهم، وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. ليه؟ لأنهم كانوا متقاربين في السن ومتقاربين في الفقه، فهمت ازاي؟ فيبقى ايه اللي يرجح الإمامة؟ مين الأكبر في السن بقى. لكن لو كانوا متفاوتون في الفقه فليؤمهم أفقههم، ولا أحفظهم للقرآن. كان أيام النبي الأفقه هو الأحفظ برضه، كان يكتمل الحفظ والفقه مع بعض، لكن احنا عرفنا أن الأفقه هو الذي يؤم ولو لم يكن أحفظ، يعني ممكن راح يحفظ القرآن كله لكن ما عندوش فقه، يعني ما عندوش إيه فهم لأحكام الصلاة وأحكام الطهارة بالتفصيل، وبالتالي اللي يؤمهم اللي عارف أحكام الصلاة والطهارة بالتفصيل ولو حافظ الفاتحة بس هو الإمام، واللي مش حافظ واللي حافظ القرآن كله يأتم بيه إذا كان مش عارف إيه تفاصيل الطهارة والاستنجاء وأحكام الصلاة، بدليل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرأكم أبي، ولما مرض قال إيه مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ما قالش أبي، مع إن قال أقرأكم أبي، فعرفنا من هنا إن الأفقه هو الذي يؤم الناس وليس الأقرأ، واضح؟ وعن أبي قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع قال أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان ثم قال صلوا في رحالكم، فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره، شوف على إثر الأذان، ده مذهب مين؟ سيدنا عبد الله بن عمر، واختاره الإمام الشافعي، ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. وعن أبي قال حدثنا إسحاق
قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأبطح، فجاءه بلال فآذنه بالصلاة، ثم خرج بلال بالعنزة، والعنزة احنا قلنا عصا أسفلها حديدة يغرسها في الأرض يجعلها ساتر للإمام. خرج بلال بالعنزة حتى ركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وأقام الصلاة. باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا، وهل يلتفت في الأذان؟ ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه أثناء التأذين، يحط إصبعه في أذنه إما السبابة أو الإبهام أثناء التأذين علشان لا يتأذى من ارتفاع صوت نفسه. كويس. ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه، وكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه. لما يأذن سيدنا عبد الله بن عمر ما كانش يحط إصابعه في أذنه، يبقى كان سيدنا عبد الله بن عمر سمعه لا يتأثر بارتفاع الصوت، لكن لو واحد سمعه يتأثر برفع صوت نفسه يقوم ايه يسد اذنه كده ويرفع صوته، يبقى كده صح وكده صح. وقال ابراهيم لا بأس ان يؤذن على غير وضوء، لان الوضوء ليس شرطا للاذان، بل له ان يؤذن حتى وهو على جنابه ولكن من خارج المسجد، أن يؤذن على غير وضوء. وقال عطاء الوضوء حق وسنة، يعني أفضل أن يؤذن على وضوء أفضل يعني. وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. لما كان النبي يذكر الله على كل أحيانه حتى في حال جنابته ما عدا القرآن، والأذان ذكر، دل على جواز الذكر على كل حال سواء متوضئ أو غير متوضئ حتى ولو كان على جنابه، لأن الأذان من جنس الذكر، فيه التكبير وفيه التهليل وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، زي حي على الصلاة ده أمر بالمعروف أهو. وعن أبي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبي أنه رأى بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه هاها هنا وهاها هنا بالأذان. لما بعد الشهادتين يقول حي على الصلاة في جهة اليمين، وعين يلف تاني يقول حي على الصلاة في جهة اليسار حتى يسمع ايه الجانبين. كويس. يبقى ايه امتى يلتفت؟ في الحي على تيني، لكن في الاول وهو بيقول الله اكبر الله اكبر، والشهادتين ايه في اتجاه القبلة. كويس. بعد كده يبتدي يلتفت مع الحي على تيني. احنا دلوقتي خلاص بقى بيأذن والميكروفون هو اللي ايه هورن الناحيه دي وهورن الناحيه دي وهورن الناحيه دي وهورن جا. فهمت؟ فخلاص او بيأذن من جوه الجامع والهورن بيقوم بالمهمه. فهمت ازاي؟ خلاص. لكن لو حب برضو يلتفت وهو بيأذن داخل المسجد حتى لا ينسى السنه لا بأس، لكن اصبح الالتفات ملوش ايه فائدة. باب قول الرجل فاتتنا الصلاة، وكره ابن عمر ابن سيرين ان يقول فاتتنا الصلاة، ولكن ليقل لم ندرك بالصلاة، لان الصلاة نفسها ما تخليش الفوت متعلق بالصلاة، ده الصلاة نفسها ليست فاعلة، ده انت اللي بتفعلها، لكن على اي حال يجوز. ولكن ابن سيرين ما عجبوش انك انت تقول فاتتنا الصلاة، ولكن ليقل لم ندرك، يعني لم ندرك الصلاة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اصح، يعني النبي قال فاتتنا الصلاة، ابن سيرين كلامه ايه مخالف، يعني استنباطه مخالف لما كان عليه النبي، لان النبي بيتكلم بالمجاز، فاتتنا الصلاة يعني لم ندركها، يعني لم نصليها، ده بالمعنى المجازي.
وعن أبي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فلما صلى قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة. السكينة اللي هي إيه؟ يعني تأتي في هدوء، تأتي بهدوء مش بجلبة. يجي يجري ويعمل والإمام يبقى بيصلي يقول له إن الله مع الصابرين، إيه ده؟ إيه ده؟ طريقة ما تصحش، فاهم؟ لكن للأسف بيعملوا كده. فما ينفعش، المصريين بقى دي حركات المصريين الجهل. العباد الجهلة من المصريين يعملوا الحكاية. ليه؟ لأن أنت بمجرد أنك أنت وأنت بتتحرك ورايح للصلاة أنت في صلاة. خلاص أنت عند الله بتصلي. تصور بقى طول ما أنت ماشي في الشارع وهدفك أنت رايح تصلي في الجامع، من أول ما فتحت باب بيتك كده وخرجت أنت في صلاة. فطالما أنت في صلاة بقى يبقى خليك في السكينة والوقار، حتى ولو فاتتك الجماعة، حتى لو فاتك تكبيرة الإحرام، ما تجريش ولا تعمل جلبة. فهمت بقى إزاي؟ أنت في صلاة عند الله خلاص. ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، بس وخلاص الحجاسة. فهمت؟ قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم سمع جلبة رجال. لا الناس بتجري، اجري اعمل، سمع جلبة، هو النبي بيصلي. فلما صلى قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فاتكم هنا يعني فاتتنا الصلاة. فاستنبط الإمام البخاري أنه ترجيح إيه قول فاتتني الصلاة خلافا لما ذهب إليه محمد بن سيرين أنه مكروه أن تقول إيه فاتتني الصلاة. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ذهب الإمام إيه أبو حنيفة إلى أنك أنت بتتم الأول، يعني اللي بتدرك الإمام في الركعة الثالثة يبقى بالنسبة لك أنت ثالث. فهمت إزاي؟ مع الإمام، وإنك أنت بعد كده بتجيب الركعة الأولى والثانية بعد ما الإمام يسلم، وبالتالي يبقى تجهر في الركعتين. لو كانت صلاة عشاء مثلا أدركته في الركعتين الأخيرتين فسلم الإمام، تقوم أنت تجيب تجهر وتقرأ فاتحة وسورة في الركعتين اللي أنت بتجيبهم. فهمت بقى إزاي؟ ده رأي الإمام أبو حنيفة. الإمام الشافعي قال إيه؟ تقرأ الفاتحة وسورة لكن بغير جهر. بغير إيه؟ جهر. لأن أنت في الركعة اللي أدركتها مع الإمام هي بالنسبة لك أولى وبالنسبة للإمام ثالثة. فهمت بقى إزاي؟ بس لان فاتك قراءة السورة فعليك ان تقرأ السورة بقى فيما ايه تفعله في الاخر منفردا لكن بغير جهر، لان انت كده في التالتة لما قمت تكمل بقيت انت في التالتة مش في الاولى. الامام ابو حنيفة قال لك لا، ده انت كده في الاولى، انت ادركت مع الامام التالتة فهي تالتة بالنسبة لك برضو. فهمت ازاي؟ على رواية فقده، في رواية فأتمه وفي رواية فقده. لكن في العمل في الاخر هتلاقي ايه الحكايه بسيطه، هيقرا الفتحه وسوره وانا هيقرا الفتحه وسوره، الخلاف بس هل يجهر ولا لا يجهر. فهمت بقى ازاي؟ في الصلاه الجهريه يعني. فالامام ابو حنيفه يقول لك يجهر في الركعتين اللي هو ايه بيعملهم بعد الامام لانه فاته الجهر، فيجهر ويقرا الفتحه وسوره. والشافعي قال لا، لا يجهر ولكن يقرا الفتحه وسوره حتى يدرك قراءه الفاتحه وسوره. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار. لا يسعى يعني لا يجري، يبقى لا يسعى يعني إيه؟ لا يجري إلى الصلاة، ولكن وليأتي بالسكينة والوقار. الوقار حسن الهيئة، والسكينة إيه؟ الحركة المطمئنة. يبقى السكينة حركته مطمئنة والوقار هيئته تبقى ايه سمته طيب. فهمت ازاي؟ ادي الحكاية. او ان هما عطف تفسير،
عطف تأكيد، السكينة هي الوقار، الاتنين معنى واحد أو في فرق بسيط، إن دي بتكلم هيئة المشي والوقار هيئة الإيه؟ اللبس. يعني تاخد زينتك، مش تستعجل وتنزل وتلبس الثياب بتاعت البيت علشان أصلك سمعت الأذان وتنزل بثياب البيت، لا انزل بثياب الصلاة وخد هي حالك، تبقى كده حالك وقور، ما تجيش بالبيجامة وتيجي مش عارف ايه. في ناس بيخرجوا بالروب حتى بتاع اللي بيلبسوه في اوضه النوم، ينزل بيه الجامع. طب ليه؟ اقلع إيه الروب بتاعك والبس اللبس بتاع المسجد وخد هيئتك، ده اسمه الوقار، تيجي بوقارك، فهمت؟ مش بثياب البيت والمهنه، فهمت؟ زي بعض الجزارين اللي جنب مثلا الجامع يجي لك بثياب الجزاره وعليه الدم، فين الوقار يبقى؟ عندك يبقى لا، عندك ثوب مخصوص تلبسه، خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني كل صلاة، فهمت؟ يبقى باب لا يسعى إلى الصلاة يعني لا يجري. أمال القرآن بيقول إيه؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فالقرآن بيقول لنا اسعى والنبي بيقول لك ما تسعاش. الله، هل في تناقض؟ فهمت إزاي؟ لا مفيش تناقض. ليه؟ لأن هنا النبي بيقول لا تسعوا يعني ما تجوش جاري، والقرآن بيقول اسعوا إلى ذكر الله يعني سارعوا إلى إيه؟ إلى الجمعة، يعني إيه؟ اترك ما في يدك. يبقى هنا النبي بيتكلم على هيئة المشي إلى المسجد، وفي الآية بيأمرك بأنك أنت تترك ما يشغلك مسرعا ثم تذهب إلى المسجد بالوقار والسكينة لأداء الجمعة. فهمت بهذا؟ فاختلاف الجهة يمنع التناقض. يبقى هنا لا تسعى يعني لا تأتي مسرعا، واسعوا إلى ذكر الله يعني بادر، بادر بالإجابة. وقال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قاله أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعنه أبي قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة. شوف تعالى مشي مش جري يعني، فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، يعني لا ايه تسرعوا يعني ايه لا تجري. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة، يعني لما الإمام المؤذن يقول إيه؟ يقول الإقامة، تقوم من أول ما يقول الإقامة ولا بعد ما ينتهي من الإقامة ولا عند قوله قد قامت الصلاة ولا إيه؟ ملهاش حد على فكرة، ما تقومش إلا لما تشوف الإمام ابتدى ياخد مكانه عند المحراب بس وخلاص، يعني العبرة برؤية الإمام عند المحراب، إنما في الإقامة الصلاة وما فيش حد عند المحراب، ما ظهرش مين الإمام، خليك قاعد لحد ما يتضح الامر، لان ممكن الامام يتاخر ويبقى انت وقفت كده على الفاضي، في ناس بتتعب من الوقوف، فاهم؟ وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ لا تقوموا حتى تروني، لا تقوموا حتى تروني، يعني ترى يعني ترى الامام. لكن عند الامام ابو حنيفه له راي ان ايه؟ ان الامام اول ما تبتدي الاقامه تصطف الصفوف، من اول الله اكبر الله اكبر، من اول الاقامه تصطف الصفوف. ويقف الامام عند في المحراب، اول ما يقول قد قامت الصلاه قام الصلاه، الامام يقول الله اكبر. فهمت ازاي؟ ده راي ايه؟ الامام ابو حنيفه في اصل مذهبه، وان كان ما شفناش حد بيعمل كده. لكن اصل مذهب الامام ابو حنيفه كده. يعني اول ما المؤذن يقول قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه، قبل ما يقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله يخلص، مجرد يقول قد قامت الصلاة الإمام يقول الله أكبر، يدخل في الصلاة، لأنه أمين على الشرع وقد أمر بإقامة الصلاة وهو أمين على الشرع لأنه إمام، فوجب سرعة الإجابة. ده رأي الإمام أبو حنيفة، فاهم؟ لكن عند الشافعية إيه؟ الإنسان يقوم في الغالب العام إذا كان موجود الإمام
عند قوله قد قامت الصلاة أو أثناء الإقامة أو مع بداية الإقامة، كل على حسب سرعة حركة جسمه. ففي واحد بطيء شوية في حركته يبقى يقوم الأول علشان يقدر يتخطى ويثبت الصف ويعمل، واحد تاني سريع وقاعد أصلا في الصف فممكن يقوم بعد ما تنتهي، أو مع قوله قد قامت الصلاة، يبقى كل لا حد لحد معين للقيام. وده اللي عليه الناس دلوقتي، ده بيقوم في الاول وده يقوم في الوسط وده بيقوم في الاخر، اللي عليه كله صح. فهمت بقى المساله؟ وعن ابي قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال كتب الي يحيى عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا تقوموا حتى تروني، يعني ترى الإمام. باب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا وليقم بالسكينة والوقار. وعنه به قال، هنا بيتكلم على إيه؟ القيام للصف تقوم بالسكينة والوقار، والأحاديث اللي قبل كده كانت بتتكلم بالمجيء للصلاة، يبقى واحدة للصف والتانية للصلاة، فما فيش تكرار. في ناس يقول لك ايه ده هو قاعد بيكرر ليه؟ مش كده لسه قايلها؟ ايوه ده هنا قايل وانت بطريقك للمسجد بالسكينه والوقار، والهنا بقى وانت كمان في طريقك لتسويه الصف برضه بالسكينه والوقار. وعن ابي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا تقوموا حتى تروني وعليكم بالسكينه. تابعه علي بن المبارك. باب هل يخرج من المسجد لعلة؟ يعني بعد الأذان ما أذن والإقامة أقيمت، ممكن تخرج للمسجد لو طرأ لك علة؟ ولا لازم تبقى أنت اتحبست لازم؟ فهمت إزاي؟ آه ممكن تخرج، انتقض وضوءك، هعمل إيه؟ أتوضأ عشان ألحق الصلاة. حصل أي علة ممكن تخرج. وعن أبي قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف. يعني شوف النبي كان واقف وتعدلت الصفوف وأقيمت الصلاة، وقف وبعدين تذكر النبي أنه هو عليه غسل، فقال لهم عليكم على هيئتكم، ودخل اغتسل وطلع وصلى. حتى إذا قام في مصلى انتظرنا أن يكبر، انصرف. انصرف يعني إيه؟ يعني دخل حجرته. قال على مكانكم واستمروا على ما أنتم عليه واقفون. فمكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا ينطف رأسه ماء وقد اغتسل. طبعا الإمام اللي يعمل كده اللي هو ما يبقى الإمام الراتب اللي الناس لا تتأذى بانتظاره، لكن لو حصل هذا الموقف في الايام دي يقوم يجعل واحد يقوم الناس ويروح هو بقى يغتسل ويجي يقف في الصفوف. فهمت بقى المسألة؟ لأن اختلف الحال، لكن مع النبي، النبي هو إمام الأئمة، فلما ينتظروه مش هيتأذوا. باب إذا قال الإمام مكانكم حتى رجع انتظروه. وعن أبي قال حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم وهو جنب، يعني وهو جنب ولكنه كان ناسي، ثم قال على مكانكم فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى بهم. وهذا يدل على أن النبي كان يغتسل بسرعة، ما كانش عنده وسواس الطهارة. ده في ناس بتقعد تغتسل بنص ساعة، نهر النيل ما بيكفهمش. فكده ما فيش داعي للحكاية دي. الإنسان يكون بسيط في عبادته، لأن كلما شددت على نفسك صعبت عليك العبادة. اترك الأمر لله، أنت مش هتدخل الجنة أصلا بعملك، هندخل برحمة ربنا. تقوم تعمل بقدر امكانك، واللي يعالج الوسواس العلم، تعرف الفقه المطلوب في الغسل تعمله، انما اللي مش عارف بقى بالعلم يفضل يدعك ويدعك ويدعك ولسه بقى
يا عم ما كفايه، انت صلاح هيشبيه وقتها، مفيش داعي انك انت ايه تتعمق في هذا الموضوع، والا بيجي لك وسواس يمنعك من انك انت تدرك الجماعه. باب قول الرجل ما صلينا، يعني جواز ان الواحد يقول ايه ما صلينا. وعن ابي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى قال سمعت ابا سلمه يقول اخبرنا جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بن الخطاب يوم الخندق فقال يا رسول الله والله ما كدت ان اصلي حتى كادت الشمس تغرب وذلك بعدما افطر الصائم. يعني افطر الصائم يعني بعد ما دخل وقت الغروب. ما كدت ان اصلي يعني كأنه بيقول ما صلينا، ما كدت أن أصلي يعني كأنه بيقول ما صلينا، استنبط من الإمام البخاري. حتى كادت الشمس تغرب وذلك بعدما أفطر الصائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطحان وأنا معه فتوضأ ثم صلى يعني العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. وده الحديث ده قرأناه قبل كده في مراعاة الترتيب ايه في قضاء الصلوات، وان مراعاة الترتيب سنة وعند الشافعية وواجب عند المالكية. باب الامام تعرض له الحاجة بعد الاقامة. وعن ابي قال حدثنا ابو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله عنه قال اقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. يعني إيه؟ يعني النبي كان مشغول في أمر، بعدما أقيمت الصلاة جاءه واحد يتكلم معا والصفوف موقفة وطال الإيه؟ القيام الناس. واخد بالك؟ لدرجة إن بعض الناس راحوا قعدوا وناموا من قعود حتى انتهى النبي من حاجته ثم بعد ذلك أما الناس. لأن كان إمام الناس في الصلاة هو إمام الناس في إيه في الحكم، فكان أحيانا الحاكم ينشغل بما يستدعيه واجبات حكمه للناس عن إنه يبادر بالصلاة في إيه في لحظته. إنما الوقت بقى إيه الحاكم في حتة واللي بيأم الناس في الصلاة في حتة تانية، وكل آخرين يأم الناس. يعني الحاكم السياسي كان زمان هو الذي يأم الناس في الصلاة لما كانت الأمة محدودة وعدد بسيط، كثرت المساجد واتسعت البلاد فبقى الحاكم مش معقول هيأم كل الناس في كل المساجد. فعمل إيه؟ عمل وزارة اسمها وزارة الأوقاف بالنيابة عنه، يعني تقوم مسؤولة عن إن هي تحدد مين اللي يأم الناس في كل مسجد وتوفر الشروط في من يأم الناس. فبقى إيه ما فيش بقى الحاجات دي كلها تقابلنا الوقت. باب الكلام إذا أقيمت الصلاة، هل يجوز أنك تتكلم بعد إقامة الصلاة؟ أيوة لحاجة يجوز. وعن أبي قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد قال سألت ثابتا البناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة قال فحدثني عن أنس بن مالك. ثابت البناني زوج بنت أنس بن مالك وراويه وخادمه في كبره، قال أقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة، يعني اتكلموا يعني معه. باب وجوب صلاة الجماعة، غدا نتكلم بقى على صلاة الجماعة وحكمها، هل هي فرض عين ولا فرض كفاية ولا سنة مؤكدة؟ ثلاث مذاهب غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا يسر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا رب نحن وسائر المسلمين.